أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم لعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين. في هذه الليلة المحمدية الجديدة لابد في بداية كلامنا من أن نوجه التحية إلى سيد الفقهاء والمجتهدين مفخرة العلم والعلماء والحوزات العلمية سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الشريف وذلك لما تفضل به في خطابه الأخير يوم استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر أي قبل يومين أو 3 تقريبا إذ قالها صريحة في خطابه أن الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وآله هم أناس كانوا يسكنون معه في بيته وهذه كلمة لم نسمعها مع الأسف الشديد من غيره من مراجع التقليد العظام إن مما يؤسف له أن تمر ذكرى استشهاد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله دون أن يكون للمرجعية الإسلامية موقف صريح واضح في هذا الشأن إن هذه الذكرى تمر ولا نسمع مع الأسف الشديد بيانا من المراجع العظام يليق بهذه المناسبة وبهذه الذكرى الأليمة بل كثير يغفل عن أهمية إصدار بيان في هذا الشأن أو إلقاء خطاب في هذا الشأن وإذا ما أصدر أو ألقى فإنه يتحاشى الإشارة إلى هذه الجريمة أما سيدنا المرجع دام ظله الشريف فإنه يهتم بهذه المناسبة كل عام وله خطاب يلقيه على جمع من المؤمنين في بيته المكرم في 28 من صفر من كل عام وقد قالها بحمد الله تعالى وذكر هذه الجريمة النكراء وأشار عليكم السلام وأشار بإصبعه الشريف إلى الذين قاموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله
يقول دام ظله في الخطاب ما ترجمته، لأن الخطاب ألقي باللغة الفارسية، وهذه ترجمة محل الشاهد في اللغة باللغة العربية. يقول إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله. إذن ليسوا هم اليهود، ولا زينب بنت الحارث، وليست وفاة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما استشهادا، جريمة قتل، والمتسبب بها بعض من كان يسكن معه في بيته، وهي إشارة أقرب إلى التصريح بأن المعنية القاتلتان الخائنتان عائشة وحفصة عليهما لعائن الله. يقول دام ظله إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله، وهذا ما بينته الأحاديث المعتبرة. هذه كلمة ليست بالهينة، هذه كلمة المرجعية الرشيدة، أن يصف مرجع بحجم الصادق الشيرازي الأحاديث التي نصت على شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بسم دسته عائشة وحفصة، أن يصف هذه الأحاديث بالاعتبار، فهذه كلمة ليست بالهينة، هذه كلمة فقيه الفقهاء، خبير الخبراء في العلوم الحوزوية، حين يقول هذه أحاديث معتبرة فإن الأمر هاهنا يكون منتهيا. هذا أقوله حتى لا يتصورن أحد ممن يسمعنا من الجماهير المؤمنة أننا خرجنا بشيء جديد، حين يسمعون منا فقط التصريح بالذين قتلوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، حين يسمعون منا فقط الاتهام لعائشة وحفصة وأبا بكر وعمر بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمعون هذه الأحاديث التي نحن ننقلها عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، قد يتصور بعضهم أننا نأتي بما هو غير ثابت أو غير معتبر، لأن أطرافا مناوئة لا تخاف الله ممن تنتحل التشيع وتزعم الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام حسدا وبغضا لنا أو ممالأة لبعض الطوائف المنحرفة أو خوفا أو خشية تروج في أوساط بعض المؤمنين ألا تستمعوا إلى هذا الطرف، لا تأخذوا بما يقول هذا الطرف ويقصدون به نحن. يزعمون مثلا إذا ما قيل لهم إن هذا الطرف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قتلته عائشة وحفصة، وقد جاء بأحاديث عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، يقولون لا، هذه أحاديث ضعيفة غير معتبر.
يحاولون إبعاد المؤمنين عن معرفة هذه الحقائق ويريدون كتمها، يريدون بأي طريقة أن تبقى هذه الحقائق مخفية غير ظاهرة عند الناس، خوفا على مصالح معينة أو حسدا وبغضا كما هو حال كثير منهم، أو لمصالح دنيوية ما، أو خوفا وخشية من بعض ردود الفعل. فها هي ذا شهادة السيد المرجع دام ظله الشريف في أن هذه الأحاديث معتبرة. ها هو السيد المرجع ينصر الذين ينصرون خاتم الأنبياء ويدافعون عن مظلوميته. ها هو السيد المرجع يسجل موقفا تاريخيا في مثل هذه الأيام، إذ يدعم بإشارته هذه وبخطابه هذه التوجه الشيعي الناهض الداعي إلى الجهر بالبراءة والدفاع عن النبي الأعظم وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام بهدم باطل أعدائهم وإسقاط أعدائهم. يكفي، هذا يكفي، كفى تجهيلا للأمة. آن الأوان أن تسمع الأمة الحقيقة على اختلاف مشاربها ومذاهبها، آن أوان أن تعرف الحقيقة، أن تعرف ما الذي جرى على رسول الله وما الذي جرى على أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. بعد تصريح السيد المرجع هذا لا يكون من يحارب هذا الاتجاه ويحارب الثلة المؤمنة الناهضة بهذا الاتجاه وهو يعتمر العمامة لا يكون إلا آثما، خاصة إذا ما حاول التشكيك بأحاديث أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، خاصة إذا ما حاول إسقاط هذه الأحاديث عن الاعتبار في محاولة منه لمغالطة الناس. لا تستمعوا، لا تستمعوا لقناة فدك، لا تستمعوا لهذا الطرف، لا تستمعوا لهذا الاتجاه. هؤلاء يأتون إليكم ببعض من الخرافات، هذا ما يريدون تصويره للناس، وهذه جريمة. ليعلم كذلك بعد تصريح السيد المرجع هذا أننا لسنا نحن الصوت النشاز كما يحاول بعض المناوئين المنافقين إظهارنا بهذه الصورة في وسط العالم الشيعي، بل على العكس. أيها المؤمنون اعرفوا الحقيقة، نحن الصوت الرافضي الشيعي الحقيقي، نحن الذين قولنا قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام، ونحن الذين قولنا قول علمائنا الأبرار. ولكن ماذا نصنع إذا كنا نعيش في زمن الخنوع والضعف والمصالح الدنيوية، بحيث أن كثيرين لا يجسرون ولا يجرؤون على أن يصرحوا بما نصرح به، فنظهر وكأننا صوت النشاز. ليس الأمر هكذا. ليعلم أن علماءنا متفقون، علماءنا العدول، مراجعنا العدول، حوزاتنا العلمية الشريفة متفقة على هذه الحقائق التي نذكرها، متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت حتف أنفه، وإنما مات غيلة بالسم
وكان المتسبب بذلك عائشة وحفصة بأمر من أبويهما. كونكم أيها المؤمنون لم تسمعوا هذا من ذي قبل، فإن هذا ليس معناه أن هذه ليست حقيقة، وإنما كانت مخفية عنكم، وقد آن أوان أن تظهر. ونحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لهذه الأمة مرجعا ورعا تقيا مجاهدا مخلصا شريفا عادلا ينصر المؤمنين الذين ينصرون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويحامي عنهم ويدافع عنهم. إن هذا هو أكثر ما يجعلنا نتشبث بهذه المرجعية الرشيدة، فضلا عن رؤيتنا تجاهها أنها المرجعية الأعدل والأعلم. أقول فضلا عن هذا، فإن إنما نتشبث بهذه المرجعية لأنها المرجعية الأمل، الأمل في إرجاع شيعة أهل البيت عليهم السلام في زماننا هذا إلى أصولهم وإلى رسالتهم الحقيقية الرافضية التي ترفض الظلم ورموز الظلم والنفاق، المرجعية التي أحدثت في زماننا هذا ثورة عقائدية وفكرية وثقافية حقيقية. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة بوجود هذا السيد المقدس المبارك، بوجود هذه المرجعية التي تمثل النيابة الحقة عن إمامنا صاحب الأمر صلوات الله عليه. والشكر موصول كذلك إلى إمامنا صاحب العصر عليه الصلاة والسلام، لأن أمر المرجعية في واقع الحال لا يتم إلا تحت نظره، أمر المرجعية بيده. ولذلك ترون أن كثيرين يحاولون التسلق إلى المرجعية ويفشلون رغم الإمكانات التي تعطى لهم والضخ والدفع الإعلامي والسياسي والحزبي ودوائر كثيرة تشتغل وتتحرك من أجل أن تصعد مرجعية ما، لكن سبحان الله مع ذلك تجدون كثيرا من هذه المرجعيات الزائفة تهبط عاجلا أم آجلا، وما ذلك إلا لأنها لم تكتسب دعما وتأييدا من إمامنا صلوات الله عليه، إمام هذا الزمان، من ولي أمرنا الحقيقي، ولي أمر المسلمين الحقيقي صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. فنشكر إمامنا صلوات الله عليه على أن من علينا بمثل هذه المرجعية الصادقة، ونسأل الله تعالى أن تحذو سائر المرجعيات العادلة. لا شأن لنا بالمرجعيات المزيفة والمنحرفة، إنما نعني المرجعيات العادلة. نسأل الله تعالى أن يعطي أولئك المراجع مزيدا من الثبات والاستقامة وقوة القلب والشجاعة، حتى يحذو حذو السيد المرجع دام ظله، فيكشف للناس الحقائق، ويكون له موقف في ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول السيد المرجع: إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله، وهذا ما بينته الأحاديث المعتبرة، وكانت مصيبة استشهاده صلى الله عليه وآله على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثقيلة وعظيمة جدا، حيث قال صلوات الله عليه في مضمون حديث له:
لو وضعوا الجبال كلها على قلبي فهي ليست أثقل علي من مصيبة فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفوا الإسلام عن مسيرته الحقيقية وقدموا للناس إسلاما آخر. هنا تجدون تطابق كلام السيد المرجع دام ظله مع كلامنا. كلمة لا تسمعونها عادة بهذه الصراحة من غيره من مراجع العصر، بصراحة أقول مثل هذه الكلمة ومثل هذا الموقف الصريح الشجاع لا تجدونه من غير هذه المرجعية في مثل زماننا على العادة وعلى الأغلب. انظروا ماذا يقول السيد المرجع. يقول: بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفوا الإسلام عن مسيرته الحقيقية وقدموا للناس إسلاما آخر، في حين أن الإسلام الحقيقي هو الإسلام الذي كمل في واقعة الغدير وارتضاه الله سبحانه وتعالى بولاية وخلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذا يعني، دققوا في هذه الكلمة، وهذا يعني أن الإسلام بدون ولاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو إسلام ناقص، والدين الناقص ليس إسلاما، ليس إسلاما، ذلك الإسلام الآخر الموجود والمتفشي الآن ليس إسلاما، الإسلام الذي ليس فيه ولاية علي عليه السلام ليس إسلاما. كلمة المرجعية هي هذه، حتى لا يتوهم بعض الناس أنها كلمة فئة من الشيعة ترفع راية خدام المهدي عليه السلام، لا أبدا. راجعوا أنتم خطابات السيد المرجع خصوصا في السنين الأخيرة وتعرفون حقائق الأمور. من جملة كذلك ما نتهم به من قبل بعض المنافقين والمنحرفين في الجسم الشيعي قولهم إن هؤلاء يكفرون بالتقية، مع أن الأئمة عليهم السلام قالوا: التقية ديني ودين آبائي. وهذه أيضا مغالطة، نحن لا نكفر بالتقية الشرعية، نحن نكفر بتقيتكم اللا شرعية. أنتم الذين جئتم بتقية جديدة تفضي إلى الذل، ما كانت معروفة في زمان الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ولا هي معروفة أصلا في كتب الفقه. التقية التي نسلم بها هي التقية التي جاءت عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام في مواردها الاستثنائية، وهي التقية التي ترفع رؤوسنا في الواقع، لا أنها تنكس رؤوسنا، التقية التي تفضي إلى العزة وتكون مجرد مرحلة لاستجماع القوة، لالتقاط الأنفاس، استراحة محارب. أنا حرب لمن حاربكم، فتريد أن تستريح في فترة معينة، تدفع عن نفسك الضرر، تعمل بالتقية رخصة من الله تبارك وتعالى. هذه التقية التي نأخذ بها، وهي التقية التي تضمنتها كتب الفقه المفصلة في هذا الشأن. ليست مشكلتنا أن كثيرا من أصحاب العمائم اليوم جهلة، غير متعلمين، ما تفقهوا جيدا، هذه ليست مسؤوليتنا، وليست مسؤوليتنا كذلك
أن كثيرا منهم يخرجون بعضا من الأحكام والرخص الشرعية عن حدودها ويريدون بها أن ينيموا المجتمع الشيعي، فتكون كلمة حق يراد بها باطل. كلا، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. هنالك شروط للتقية، هنالك مواضع للتقية. على أي حال، الأطراف المناوئة تريد أن تبهتنا بهذا، أن هؤلاء يخالفون أهل البيت عليهم السلام في حكم التقية. يمكن لكم أيها المؤمنون المتنورون أن تصفعوا هؤلاء بخطابات السيد المرجع في السنوات الأخيرة حول التقية. راجعوا إلى خطاباته في عاشوراء في يوم الغدير، ضمن بحثه الخارج في قم المقدسة، وتجدون التصريحات موجودة. يقول فيها صراحة إن التقية في كثير من الموارد تكون حراما، خاصة إذا كانت تفضي إلى إماتة الحق. ويضرب أمثلة ونتائج إلى أنه كم شخص مثل أبي ذر وغيره عليهم الرضوان تركوا التقية وقدموا أرواحهم رخيصة قربانا للحق تضحية، لأنه لو كل أحد سكت عن بيان الحق فإن الحق ماذا؟ يموت. هذا الدين وهذه الولاية ما وصلنا كل ذلك بالمجان، وصلنا بالتضحيات، وصلنا بالدماء. على أي حال، هذه كلمة أردت أن أقولها في بداية محاضرتنا لهذه الليلة، نبعث فيها بالتحية أو نوجه فيها التحية إلى مقام السيد المرجع دام ظله الشريف، لأنه يستحقها في مثل هذه الأيام. حقيقة إنا ننظر إلى هذه المرجعية نظرة الأمل، ونحييها لأنها تعطي المؤمنين المجاهدين في هذا الطريق، في هذا السبيل، دفعة عظيمة من التشجيع والتفاؤل والدعم بتصريحاتها وخطاباتها النيرة هذه. أريد أن أنطلق من كلمة السيد المرجع حين قال: إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيتي صلى الله عليه وآله. أريد أن أفصل أكثر في طبيعة ما كان يجري داخل البيت الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قبل المنافقتين عائشة وحفصة. كيف كانتا تؤذيان رسول الله صلى الله عليه وآله وتتآمران عليه داخل بيته الشريف؟ بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يكن يشعر فيه تماماً بالراحة، وهذا ما يفسر الأحاديث والمواقف الكثيرة التي كان فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين يريد أن يستريح يطرق باب بيت فاطمة صلوات الله عليه، يذهب هناك حتى يزيح شيئاً من همومه. إنه صلى الله عليه وآله كان يعاني حقيقةً. أما في خارج البيت فالأمر ظاهر، مؤامرات من جبهات الكفر، من جبهات النفاق، مشاكل عديدة، مصائب عديدة،
كل حياتهم كانت حروب مآسي، إلى أن قال كما يعزى إليه: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، أو ما أوذي أحد. هنالك حتى لفظ آخر يرويه أيضا بعض أهل الخلاف أنه ما أوذي أحد مثل ما أوذيت، مو فقط ما أوذي نبي، ما أوذي أحد مثل ما أوذيت، يعني حقيقة كان يعاني الكثير. طبيعة الإنسان الذي في مثل هذه التحديات، في مثل هذه الصعوبات، يحتاج إلى شيء من الراحة النفسية على الأقل حين يرجع إلى بيته، على الأقل حين يدخل بيته يزيح شيئا من همومه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين كان يرجع إلى بيته، إذا كانت الليلة تخص عائشة بالذات، فطوال الليل يكون في عذاب، والله طوال الليل عذاب في عذاب، مشاكل، إلى درجة أنه حتى في الليل حين يقوم يتعبد يريد أن يصلي، كانت عادته هكذا، يقيم الليل يصلي صلاة الليل، أيضا هم ما يرتاح، هم تأذي عائشة حتى في الصلاة، توجعه، تؤذيه. لاحظوا مثلا هذه الرواية، التي رويت في الكافي الشريف بسند شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل، أي قام يصلي النوافل، فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده، فظنت أنه قد قام إلى جاريتها، فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى الله عليه وسلم، داست برجلها النجسة على العنق الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى الله عليه وآله وهو ساجد باك يقول: سجد لك سوادي وخيالي، يخاطب ربه، وآمن بك فؤادي، أبوء إليك بالنعم وأعترف لك بالذنب العظيم، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت، أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا أبلغ مدحك والثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أستغفرك وأتوب إليك. ساجد يدعو ربه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة، استغفار المعصوم من الذنوب لا يعني، سلام عليكم ورحمة الله، لا يعني أنه قد صدرت منه الذنوب. إن المعصوم حيث بلغ مقاما وشأوا عاليا من الإخلاص لله تبارك وتعالى والإيمان به، فإنه يسمي حتى الانشغال بالأمور الدنيوية الضرورية ذنبا، لأنها تزاحم العبادة المحضة. حتى الأمور الضرورية العادية، ولذلك كانوا يستغفرون.
يستغفرون من هذا النوع من المزاحمة. أضرب مثالا، النبي صلى الله عليه وآله كان يشرب الماء أم لا؟ أثناء شرب الماء ما كان يستطيع أن يذكر الله، يذكر الله قبل شرب الماء، بعد شرب الماء صحيح، أما أثناء الشرب بعد اللسان الفم مشغول بعملية الشرب لا يتمكن من أن يذكر الله عز وجل أثناء الشرب. هذا الشيء كان عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذنبا يستحق أن يستغفر الله عز وجل منه، أنه شلون أنا أزاحم وإن كان ضروريا، وإن كان ضروريا. لذلك يقول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله في يوم 70 مرة بلا ذنب، بلا ذنب. والاستغفار بحد ذاته ماذا؟ عبادة راجحة. ثم لما يقول النبي صلى الله عليه وآله دعاء كهذا فهو أسوة، يعلمنا نحن أن نتلو دعاءه هذا، نقوم في وسط الليل ونسجد ونبكي ونقرأ هذا الدعاء الذي هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيكون أيضا في مقام ماذا؟ في مقام التعليم. ولذلك كان يقول ظلمت نفسي أستغفرك من الذنب العظيم، لأنه يعلم صلى الله عليه وآله أن حفيده الصادق صلوات الله عليه سينقل هذا الموقف وسينقل نص دعائه فيكون تعليما للغير. على أي حال، النبي كانت هذه حالته في الليالي، ساجد باك يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي إلى آخر الدعاء الشريف. عائشة قامت فوطئت عنقه، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عفوا الإمام الباقر عليه السلام، يقول فلما انصرف من دعائه قال يا عائشة لقد أوجعت عنقي، أوجعت عنقي. شوف شلون آلام وعذاب يعاني منه النبي صلى الله عليه وآله. حقيقة لا تتركه هذه المرأة، لا تتركه يرتاح أبدا، دائما أذايا له دائما. يقوم الليل فيصلي بكل وقاحة وخسة تمد رجليها في قبلته تؤذيه في صلاته، إلى درجة أنه حين يضطر إلى أن يسجد يضطر إلى أن يغمزها حتى ترفع رجليها حتى يقدر يسجد. وهذا الأمر روي عند أهل الخلاف بأحاديث صحيحة. قد يقول قائلهم ممن سمعنا الآن أنه أنا لا أسلم لكم بأن عائشة قد أوجعت عنق رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أسلم لكم، أي رواية إمامكم الباقر ومصادركم ما نأخذ بها. قل له فماذا تفعل بما جاء في مصادرك، حتى تعرف أن هذه المرأة كيف كانت تعيش النبي صلى الله عليه وآله في بيته في عذاب. شوفوا هذه الأحاديث التي تبين كيف كانت عائشة تؤذي النبي صلى الله عليه وآله في صلاته، في نفس صلاته. اقرأوا صحيح البخاري رقم الحديث 1140، وصحيح ابن حبان ورقم الحديث 2396، عن أبي سلمة عن عائشة هو يقول رضي الله عنها قالت، شوف الخسة والدناءة هنا، قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي،
أمد رجلي عمدا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي. فإذا سجد يريد أن يسجد وهي واضعة رجليها في قبلته، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام من السجود مددتها. مرة أخرى هم أمد رجلي هم أذي. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة للعلم عند القوم بأسناد صحيحة. لاحظوا مثلا شرح معاني الآثار لإمامهم الطحاوي، رقم الحديث 1683. أيضا بسنده عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وهي معترضة أمامه في القبلة، تعترضه في القبلة، فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال: تنحي تنحي عني. هكذا كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وآله. بالله عليك أخبرني، أهذا صنع امرأة مؤمنة؟ أهذا صنع امرأة تحترم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أهذا صنع امرأة تهتم بأن تريح رسول الله، أم المرأة التي تريد أن تعيش الرسول صلى الله عليه وآله في عذاب؟ حتى في وقت صلاته، في وقت الليل، صلاة الليل، على هالحالة. أنت تخيل الآن الموقف، كم ركعة صلاة الليل؟ 11 ركعة. كم سجدة فيها؟ 22 سجدة، صحيح؟ تخيل الموقف الآن، كل ما النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يسجد تمد رجليها في ماذا؟ في قبلته، فيضطر إلى أن يغمزها، يضطر إلى أن يشير إليها تنحي، يقوم يسجد، يقوم مرة أخرى تمد رجليها مرة أخرى، فحتى إذا أراد أن يسجد ثانية يضطر أن يفعل نفس العمل. يعني طوال الوقت توتر توتر. أنت حتى إذا طفل يسوي هالشكل بيك بصلاتك تتأذى، مسألة واضحة، كلنا منتأذى. شوف النبي صلى الله عليه وآله كم يتحمل. فوق هذا هم تقوم بعدين وتشنو؟ تطأ عنقه إلى أن يقول: يا عائشة أوجعت عنقي. عذاب في عذاب، ما يقدر يرتاح، حتى في بيته ما يقدر يرتاح إذا كانت هاي عائشة في ليلته. هذه شنو من خسة هذه؟ هي امرأة هذه، ما سمعنا عن أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يصنع، ما سمعنا ولا بلغنا أن امرأة أخرى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كانت تفعل. المخالفون اعتذروا أو حاولوا الاعتذار عن عائشة وتبرير سوء أدبها وصنيعها هذا بعذرين. العذر الأول قالوا: كانت نائمة وليس هنالك حرج على النائم، النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل يتعبد، هي هم نائمة تغط في النوم، فما كانت تشعر المسكينة، يعني لا عن قصد كانت تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاعتذار سخيف واهي. لماذا؟ لأن نص الحديث ماذا يقول؟ يقول: فإذا هي تدعي، هي بنفسها تصرح، هي بنفسها تعترف، تقول: فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام أي قام من السجود مددتها. يعني شنو المعنى؟ هب أنها كانت نائمة فعلا، هب أنها أساسا كانت نائمة لا تشعر، فلما غمزها في المرة الأولى انتبهت، ولولا انتباهها لما رفعت رجليها، لما ضمت رجليها، صحيح؟
طيب لماذا إذن تعيدها مرة أخرى تمدها أيضا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله؟ معنى ذلك أنها تصر على هذا الذنب وعلى هذا الإيذاء، تتقصد ذلك. وإلا إذا كانت نائمة وخلص من المرة الأولى تنتبه بعد، خلص فبعد كافي، خلص ضمي رجليك وخلي النبي صلى الله عليه وآله يرتاح في صلاته. لا، تتعمد. فإذا لا يمكن أن نسلم بهذا الاعتذار أو بهذا التبرير السخيف. التبرير الآخر وأيضا هو تبرير سخيف، يقولون حجرة عائشة كانت صغيرة، ليس فيها متسع لأن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وتنام عائشة تستلقي في نفس الوقت، ما كان فيها أبدا هذا المتسع، فلذلك كان يضطر إلى أنه يغمزها وهي كانت تضطر إلى أن ترفع رجليها. هذا أيضا تبرير سخيف. لماذا؟ لعدة أوجه. شوفوا إخواني دققوا. أولا، هم يزعمون الآن يزعمون أن الحجرة النبوية الشريفة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ودفن فيها أبو بكر وعمر لعنهما الله هي حجرة عائشة، صحيح؟ نحن لا نسلم بذلك، نحن نقول هذه الحجرة النبوية شنو؟ الشريفة التي كان يستقبل فيها النبي صلى الله عليه وآله الوفود وما أشبه، استولت عليها عائشة فيما بعد في أمر مفصل فصلناه في كتاب الفاحشة، ولعلنا فصلناه في بعض الخطب أو المحاضرات السابقة. استولت، ضمت حجرتها مع الحجرة النبوية، أخذت الكل، وفي الكل تصرفت، لك التسع من الثمن وفي الكل شنو؟ تصرفت. استولت بعد، صارت بنت الرئيس، فكل شيء بيدها لما تولى أبوها الحكم. على أي حال، تنزلا نقول أنتم تؤمنون أن الحجرة الحالية ماذا؟ هي حجرة عائشة. بالله عليكم، كل هذه الحجرة التي دفن فيها 3 رجال وأيضا بقي منها متسع، ما كان بها متسع إلى أن النبي يقوم يصلي في مكان وعائشة تتمدد تستلقي في مكان آخر دون أن تضع رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله عمدا؟ ما كان بإمكانها أن تنام، يعني إذا النبي يصلي بهذا الاتجاه الآن، أن تنام إلى جواره على الأقل، يعني مو تعترضه بحيث تضع رجليها ها هنا، يعني حتى بهالقدر لإنسانين ما كان أكو مجال في هذه الغرفة إلى هالدرجة؟ يعني تستصغرون عقول الناس؟ هذا الأمر الأول الذي يرد تبريركم هذا. الأمر الثاني، لنفرض أنه ما كان أكو مجال، إذا كانت امرأة مؤمنة حقا، رسول الله غمزها في المرة الأولى، قال لها تنحي أو تنحي في المرة الأولى، تضم رجليها وتبقيها مضمومة، شنو المانع يعني أنه ساعة من الزمن احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لئلا تقطع عليه صلاته، لئلا تنغص عليه عبادته، لئلا تؤذيه، تتركه يتم صلاته ورجلاها مضمومتان، شنو المانع؟ مو أنتوا تقولون كانوا يضحون لرسول الله الصحابة وأمهات المؤمنين كانوا يضحون، وخلي الضحي على الأقل بهذا المقدار، شنو المانع؟ شوية النبي لما يقوم لصلاته تتركه يرتاح، خلي تظل رجليها مضمومتين، شنو المشكلة؟ أما الإصرار، التعمد أنه دائما أمد رجلي، هذا معناه أنها امرأة تتقصد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، تريد فعلا إيذاء. هذا الوجه الثاني الذي نرد به هذا التبرير وهذا الزعم. الوجه الثالث وهو قاصمة الظهر، أنه أساساً حجرة عائشة حتى قبل استيلائها على الحجرة النبوية الشريفة التي كانت واسعة، والتي كما ترونها الآن هي واسعة، قبل استيلائها من ذا قال بأن هذه الحجرة ما كانت تتسع لأن يصلي النبي صلى الله عليه وآله دون أن تضع رجلها في قبلته؟
منو قال ما كانت تتسع؟ هي نفسها عائشة في أحاديث أخرى تعترف بأنها كانت تتسع، هي ذاتها. إحنا من فم عائشة ندينها لا من فم غيرها. لاحظوا مثلا ما رواه البخاري برقم 484 عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة. ما الأمور التي تقطع صلاة الإنسان؟ فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. إذا كلب يمر أمام المصلي على حد ما هي يعني تزعم خلاص تبطل الصلاة، والحمار هم نفس الشيء، والمرأة هم نفس الشيء. الآن إذا مرأة مرت أمامك ترى شنو؟ صلاتك باطلة على فتوى هؤلاء. يعني قالت عائشة كانت ترفض ذلك، تقول أنا مو كلبة ولا حمارة، إحنا مو بهالمستوى. قالت قد جعلتمونا كلابا. شنو هذا جعلتمونا كلابا؟ منو قال المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع الصلاة أو تبطل الصلاة؟ قالت قد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي وإني لبينه وبين القبلة. لاحظ هنا، وأنا مضطجعة على السرير. وأنا شنو؟ مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. أنسل هالشكل من طرف ما من السرير. لاحظ هذا الحديث، سآتي بحديث آخر بنفس المضمون. الحديث الآخر في مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث 25351 عن عائشة، وبسند آخر أيضا يقول وحدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. عن سندين، مسروق عن عائشة والأسود عن عائشة، سندان. قال بلغها أن ناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة عدلتمونا بالكلاب والحمير؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي مقابل السرير. أكو سرير كان في الحجرة، ورسول الله يصلي مقابل السرير وأنا عليه، أي على السرير، بينه وبين القبلة. تريد أن يعني تستشهد، تقول أنا نحن النساء لا نقطع صلاة المصلي، إذا كنا أمامه ما نقطع صلاة المصلي. هذا أنا كنت هالشكل كانت حالتي، ورسول الله كان يصلي، وأنا عليه بينه وبين السرير، فتكون للحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله، أي كراهية أن أستقبل النبي صلى الله عليه وآله. إذا أريد أن أقوم فأروح من طرف رجل السرير، أقوم هالشكل من ذاك الطرف. ماذا يفهم من هذه الأحاديث وهي بلسان عائشة ذاتها؟ أنه كان على الأقل في الحجرة كان هنالك سرير يكفي لأن تستلقي عائشة عليه، وفضاء آخر كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله. وإلا هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان يصلي كان يسجد على السرير؟ يعني ماكو مكان حتى يكون فقط مكان سجوده هو السرير، بحيث يضطر أن يغمزها حتى ترفع رجلها؟ لا. تخيل الحجرة النبوية الشريفة فيها سرير وليكن باتجاه القبلة، وفيها فضاء، هذا الفضاء كان يصلي به النبي بشكل اعتيادي، وعائشة تقول أنا كنت أنام على هذا السرير، فلما تبدو لي الحاجة أنسل سلالا من طرف ماذا؟ رجل السرير، والنبي صلى الله عليه وآله مستمر بصلاته. إذن
لابد أن الحجرة ما كانت ضيقة إلى هذا الحد الذي يضطر عائشة إلى أن تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله كلما أراد السجود. لا، هذا معناه أنه عائشة كانت تتعمد تنزل من السرير وقت ما يقوم النبي صلى الله عليه وآله لكي يصلي، وتمد رجليها في قبلته عمدا حتى تؤذي. هذا هو المعنى، وإلا لا يعقل أن الحجرة كانت بهذا الضيق. شنو الحجرة كانت كلها سرير؟ ماكو مكان آخر؟ وهذا ما استظهره ابن حجر. ابن حجر العسقلاني لما شرح كتاب البخاري وألف كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، بيّن أنها كانت حالتان، أنهما كانتا حالتان أو حالتين. الحالة الأولى لما عائشة كانت تستلقي على السرير، النبي يصلي بشكل طبيعي ما يحتاج إلى أن يغمز رجله. الحالة الثانية كانت لا، لما هي تتعمد ماذا؟ تمد رجليها في قبلته. يقول ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول الصفحة 485 لما يعلق على هذا الحديث، حديث السرير هذا الأخير، قال: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وآله إلى جهة السرير الذي كانت عليه، أي كانت عائشة عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها، غير محتاج إلى أن يسجد مكان رجليها. إذن هذا التبرير أنه الحجرة كانت ضيقة، لم يكن هنالك مكان إلا أن يسجد مكان رجلي عائشة، فلذلك كان يغمزها وهي كانت هم مضطرة تريد أن تنام فتمد رجليها، هذا تبرير ساقط، لأنه ثبت بأحاديث عائشة ذاتها، أحاديثها الصحيحة أيضا، أنه كان هنالك متسع، كان في الحجرة سرير، ليش ما كنت تنامين على هذا السرير وتتركين النبي صلى الله عليه وآله يصلي مرتاحا في الفضاء الآخر في المساحة الأخرى؟ ليش هذا التقصد، هذا الإصرار على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ بس هكذا تريد، يعني مثل ما نقول تنرفز النبي، بس هالشكل تريد بأي طريقة تؤذيه، تعيش في عذاب. والشواهد كثيرة كما تعلمون، شواهد كثيرة، تروح تكسر أواني الطعام بما فيها من طعام، تنثر الطعام على الأرض، تصيح على النبي صلى الله عليه وآله، تتجسس عليه في الليالي، وين ما يروح، يروح البقيع يدعو كذا، تروح تتجسس عليه، كل حالة من الأذايا والمشاكل والمؤامرات. ما كان يحصل النبي صلى الله عليه وآله راحة حتى في بيته، فوق ما هو عليه من العناء من المشاكل الخارجية، يحارب على جبهات عدة فوق وظائف الدينية، وظائف النبوية فوق الوحي الذي كان ينهكه أيضا، فوق الجوع الذي كان يعاني منه، وغلظة وجفاء الناس، غلظة وجفاء الناس كان يعاني من هؤلاء اللي ما متربين عدل، اللي ما عندهم أخلاق عدل، يرفعون أصواتهم على صوته، يؤذونه. القرآن يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي لما يدخلون عليه البيت، لما كذا، لما يمكثون في بيته، دائما أذايا. فوق هذا كله بالليل يريد أن يرتاح يتعبد، كانت هذه المرأة تأتي تطأ عنقه، تمد رجليها في
قبلته صلى الله عليه وآله. وبعد أن تتخيل ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات، ما كان يصاب به من توتر، على الأقل توتر في الأعصاب، على الأقل. المخالف قد يستبعد هذه الحقيقة، هم يلف ويدور، هم يلف ويدور، مع أن الأحاديث تثبت، أحاديثه الصحيحة تثبت أن عائشة كانت تضطر لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية، مع ذلك يستبعد، هم يلف ويدور ويحاول يطلع تبريرات لعائشة. لماذا؟ لأنه إلى الآن ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه يمكن للنبي لعائشة أن تتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ما وصل إلى هذه المرحلة مع الأسف. يحاول هكذا أن يلف ويدور ويراوغ، لأنه لا يريد، أحسنتم، لا يريد أن يقبل هذا الأمر، ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه نعم يمكن أن تتقصد عائشة وتتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. يعتبر هذا الشيء خيال، هذا من أوهام الرافضة. ولا يدري البكري المسكين المخدوع ماذا في كتبه، لا يدري أن إمامه عمر بن الخطاب مثلا كان يشهد على عائشة وعلى حفصة بأنهما كانا يتعمدان إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، يتعمدان ذلك، يؤذيان النبي، يقصدان إيذاء النبي. وإلا لماذا نزلت سورة التحريم؟ لماذا نزلت سورة التحريم؟ أنقل لهذا المخالف شاهدا واحدا شهد فيه عمر، أو موقفا واحدا شهد فيه عمر أن عائشة وحفصة نعم كانا يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر تجدونه في صحيح مسلم، رقم الحديث 2712 بسنده عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله نساءه، لما اعتزل النبي الله صلى الله عليه وآله نساءه قال: دخلت المسجد، عمر يقول دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه. الناس كانوا يقولون صار مشكلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله، النساء آذين النبي فطلقهن، لأنه كنا يتجرأنا عليه، حتى لفظيا يتجرأنا عليه، هذا وارد في المصادر. يقول عمر: وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، قبل أن تنزل آية الحجاب. فقال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم، يقول قلت في نفسي راح أروح وأستخبر الحال حتى أعلم الحقيقة، هل طلق النبي صلى الله عليه وآله نساءه أم لا. قال: فدخلت على عائشة، هنا دقق، فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا تصريح من عمر بن الخطاب أن عائشة بنت أبي بكر بلغ من شأنها أنها ماذا؟ تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله.
وعائشة ما أنكرت، عائشة ما ردت عليه وقالت لا أنا لم أؤذيه. شوف ماذا قالت، قالت لأنه أنت ليش جاي علي، روح على بنتك حفصة، جاي علي أنا تحاسبني، وروح على بنتك حفصة سوت مثل اللي أنا سويت، مثل ما أنا أم آذيت النبي هو هي أم آذت النبي. قلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، أنت شو عليك، عليك بعيبتك، يعني على بنتك هذه، روح على بنتك، روح ربيها هاي قبل ما تجاي علي أنا تربيني. قال فدخلت على حفصة، عمر يقول رحت إلى بنتي حفصة، فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا تصريح ثان من عمر أن حفصة ماذا؟ تؤذي رسول الله. فلا يستبعد المخالف، لا يتصور هذا خيال وهم، لا لا حاشا أم المؤمنين عائشة، حاشا أم المؤمنين حفصة أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يا أخي، إمامك عمر يقول آذتا النبي صلى الله عليه وآله، آذتا، ترد على الفاروق؟ أنت منو حتى ترد على الفاروق؟ يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. هذا هم تصريح خطير من أبو حفصة من عمر، يقول لها صراحة، والحمد لله مسلم لم يخبئ هذه الحقيقة كما فعل البخاري وغيره، لا جابها مثل ما هي في الصحيح. قال لقد علمت، أولا يقسمهم قسم يمين يحاسب عليه عمر، والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. عمر يقول، يقسم على أن رسول الله ما يحب حفصة. المخالف مسكين مخدوع، ما يدري ما الذي كان يجري. التعبئة الإعلامية البكرية تعبئه منذ الصغر على أنه شنو، النبي كان مفتون أصلا بعائشة وحفصة، مو بس يحبهم، مفتون بهما، مفتون. وما يدري أنه في صحاحه عمر يشهد، لا يشهد فقط وإنما يقسم على أن حفصة كانت تعلم أن رسول الله لا يحبها. لا يحبها يعني شنو؟ يعني يكرهها. زين ليش إذن ما مطلقها طوال هالفترة؟ طبعا هو طلقها ذات مرة وتوسلات عمر رجعها. مخالفون يقولون، يزعمون أن الله أمره، مو مشكلة، الله أمره، احنا من نقول الله أمره، نعم الله أمره أن يصبر عليها، هي وعائشة وبقية الزوجات المنافقات المؤمنات بعد كان مرتاح معهن، ما كنا يؤذينه، المنافقات كنا يؤذينه، وكان مأمورا بالصبر عليهن ابتلاء للأمة، امتحان، اختبار، الله هكذا قدر، مثل ما كان مأمور النبي صلى الله عليه وآله أن يصبر على المنافقين، يصبر. لماذا لم يطرد المنافقين؟ لماذا لم يقتل المنافقين ممن حوله؟ لا، صبر عليه، بقاهم، كانوا هم يدخلون عليه في المسجد، يصلون وراءه ويتآمرون وإلى آخره، وما يسوي شيء، أعرض عنهم. القرآن يقول ماذا؟ فأعرض عنه، أعرض عن المنافقين هؤلاء، خلص. أيضا أعرض عن عائشة وحفصة من أهل النفاق، عليك الإعراض عنهم، الله شكله مقدر، يريد اختبار صبرك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يريد إلقاء الحجة على هؤلاء المنافقين، لأنه أكثر من مرة يعطيهم فرصة، يعطي فرصة لعائشة، لحفصة، ولغيرهما، ويريد اختبار الأمة ليعلم أيهما تطيعون، إياه أم هي، أي عائشة. والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله. حفصة هم تقول الرواية فبكت أشد البكاء، بكت
إلى آخر الحديث الذي لا يهمنا الآن. في تفصيل أنه عمر بعد ذلك ذهب إلى مشربة أم إبراهيم عليها وعلى ابنها السلام، ووجد النبي صلى الله عليه وآله هناك، وصار جرى حديث وكذا وإلى آخره. الآن هذا لا يهمنا، المهم تصريح عمر. يعني إذا سأل مسلم سؤالا أنه هل يعقل، هل يمكن أن تؤذي عائشة رسول الله؟ الجواب نعم. عمر كان يشهد على ذلك، كان يقسم على ذلك. كذلك حفصة، يمكن أن تؤذي النبي؟ نعم. فليش تستبعد أنها لما كانت تمد رجليها كانت تتعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وآله؟ ليش تستبعد؟ يقول أستبعدها من جهة أخرى، أستبعد ذلك من جهة أن النبي في المرة الأولى غمزها وأمرها بأن ماذا؟ تنحي، ابتعدي حتى أتم صلاتي. فلا يعقل أنها تعود مرة أخرى تمد رجليها مرة أخرى، يعني تتقصد مخالفة الأمر النبوي الصريح. هاي مخالفة شرعية، ما يصير تخالف، مخالفة للشرع، مخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يمكن أن تخالف عائشة مخالفة صريحة للشرع. نقول أيضا أنت واهم، لا يأخذنك الغلو في عائشة. اعرف عائشة على حقيقتها، لا تغالي فيها، لا تكبرها أكبر من حجمها. لا، كان يمكن أن تؤذي النبي، ويمكن كذلك أن تخالف الشرع مخالفة صريحة، صريحة تخالف أوامر النبي صلى الله عليه وآله مخالفة صريحة، بل وتضرب بأوامره عرض الجدار. وهذا مو كلامي، هذا كلام إمامك الألباني، إمام السلفيين في عصره، محدث العصر الذي يرجع إليه في التصحيح والتضعيف، معروف الألباني في عصرنا، كان معاصر إلى أن هلك قبل سنوات. الألباني له كتاب اسمه كتاب آداب الزفاف، افتح على الصفحة 165، هناك يعلق على حديث امتناع عائشة من إخراج الحلي أو إخراج الزكاة من حلي بنات أخيها. أكو حديث بهذا المضمون، فهو يعلق على ذلك أنه عائشة امتنعت عن إخراج الزكاة وأمرته النبي أن لا يخرجن الزكاة من هذه الحلي. فيعلق على ذلك الألباني، ترى شوف لاحظ مو أنا، يقول الألباني بالنص هكذا، يقول فهذه مخالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها، مخالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها، فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي، وهي على كل حال مأجورة. تخالف الشرع بس شنو؟ مأجورة في كل الأحوال. اللي هذا الكلام أثار شيخا سلفيا آخر يدعى إسماعيل بن محمد الأنصاري، رد على الألباني في كتابه بعنوان إباحة التحلي بالذهب المحلق، رد على كلام الألباني هذا، فقال موقف الألباني هذا لا يرضاه مسلم، بل يفرح به عدوه، إذ ليس من المعقول أن تتعمد عائشة مخالفة حديث ثبت عندها عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أن تكون مأجورة على ذلك. يقول لا، مو معقول هذا الكلام، شلون عائشة تخالف حديثا نبويا صريحا ثبت عندها عن النبي صلى الله عليه وآله، والغير معقول أن تكون مأجورة على هذه المخالفة؟ هذا شلون منطق؟ خالف النبي تؤجر، تصدق؟ هذا كلام الألباني. المهم تكفينا شهادة هذا الخبير، الألباني خبير، يقول نعم مخالفة صريحة من عائشة،
ومخالفة لحديثها، يعني شوف مو فقط تخالف حديث غيرها الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، لا، الحديث الذي هي ترويه عن النبي صلى الله عليه وآله هي بنفسها تخالفه. حديث ثبت عن النبي هي ترويه هي تعلم تخالفه، فليش تستبعد أنها تخالف النبي لما يقول لها تنحي أو يشير إليها تنحي أو يغمزها حتى ترفع رجلها فتعود مرة أخرى وتمد رجليها قاصدة إذا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليش تستبعد؟ يقولون كلامكم أنتم الشيعة غير مقبول، شلون تقولون الإمامة من بعد النبي صلى الله عليه وآله لعلي نصا وحصرا؟ مو هالشكل؟ أمعقول أن الصحابة على تعبيرهم يخالفون أمرا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول نعم. هاي عائشة هاي كمثال، إذا يعني شوفوا المسألة هكذا، إذا جاز أن تخالف عائشة حديثا هي ترويه وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا يستبعد منها ومن أمثالها ممن تعتبرونهم سادات الإسلام أن يخالفوا كذلك أوامر النبي صلى الله عليه وآله في شأن الحكم؟ خصوصا أصلا قضية الحكم قضية حساسة، الكل يريد الحكم، مسألة معروفة، شيء تشرئب له الأعناق. عائشة كانت خايفة على ذهبات ما أخرجت الزكاة منها، شيء دنيوي. قضية الإمامة قضية الحكومة من أهم الأشياء الدنيوية التي تغري القوم، تريدهم أنه ما يخالفون النبي صلى الله عليه وآله في ذلك؟ كل أقوام الأنبياء خالفوا الأنبياء بعد رحيلهم، كل الأقوام حتى قبل رحيلهم، موسى عليه السلام غاب عن قومه كم يوم خالفوا وعبدوا العجل واتبعوا السامر وتركوا الخليفة، خليفة موسى من كان؟ هارون عليهم السلام، تركوا الخليفة راحوا مع السامر. علي كهارون، كهارون من موسى هو النبي صلى الله عليه وآله يقول. فإذا النفس الذي جرى من خيانة لهارون واتباع السامري يجري لعلي وجرى لعلي، وبالفعل اتبعوا السامري، السامري أبو بكر عمر، هذا السامري وعجله. خلاص، ليش تستبعد؟ ليش تقول مو معقول؟ يعني تريد أن نضرب بكل ما هو صحيح عرض الجدار حتى نمشي الوهم الخيال، نظل نعيش في خيال، نظل نعيش في أحلام؟ عائشة كانت أم المؤمنين الصديقة المصدقة الما أدري كذا حبيبة رسول الله إلى آخره، بس تريدنا نعيش في الوهم؟ إلى متى الوهم؟ نريد أن نرى الواقع كيف كان، فنوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. ما عندنا مشكلة شخصية مع عائشة ولا غير عائشة، عندنا مشكلة مبدأ دين ثبات. امرأة يشهد عليها وعلى حفصة عمر بن الخطاب وهو عادل عندكم وفاروقكم، هذا مو هالشكل، قاهر المجوس مو هالشكل، زين، هذا يشهد بما يقسم ظهري عائشة وحفصة، بالفعل يقسم ظهري عائشة وحفصة وأتباعهما. تدري ليش؟ لما يشهد عمر أن عائشة وحفصة آذتا رسول الله بلغ من شأنهما أنهما آذتا رسول الله، ويخرج ذلك المخالفون في صحاحهم ومنهم مسلم، معنى ذلك أن عائشة وحفصة ملعونتان ولهما عذاب مهين. طبق القرآن على هذا الموقف. سورة الأحزاب آيتان مهمتان يجب على الكل أن يحفظهما. الآية الأولى دائما محفوظة، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. هذه الآية الكل حافظها بحمد الله، لازم تحفظ الآية التي تليها مباشرة، لازم تحفظها مثل ما تحفظ الآية الأولى. الآية الأولى آية ولاية، هاي الآية التي تليها ماذا؟ آية براءة. إن الذين يؤذون الله ورسوله شنو؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، أو أعد لهم عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عمر يقول لعائشة، يا عائشة شنو؟ أبلغ من شأنك، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ ويقول لحفصة، يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. طبق الآن هذه الآية الكريمة على شهادة عمر، تعرف وين عائشة وحفصة الآن، في الجنة أم في النار؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله أعد له لعن، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن حيث أنهما آذتا رسول الله صلى الله عليه وآله فقد لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم، جهز إلهم عذابا مهينا. الآن عائشة وحفصة في عذاب مهين. لماذا عذاب مهين؟ لأننا لم نسمع قرآنا ولا حديثا يفيد بتوبة الله على عائشة وحفصة من إيذائهما رسول الله، خاصة بعد نزول ماذا؟ سورة التحريم. لأنه قد يقول قائل إنه خيرهن فاخترن الله ورسوله فأرجعهن، على أن التحقيق هذه مسألة أخرى، هذا ادعاء، الكلام هو في الوفاء بالشرط. على أي حال ماذا تصنع مع سورة التحريم؟ ما فيها أن الله عز وجل تاب على عائشة وحفصة بعد ذلك، مات خلص، فنستصحب حكمهما السابق، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسبحان الله، تجد هاتين الآيتين في سورة الأحزاب وسط مجموعة من الآيات كذلك التي تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وشؤونهن وشؤون بيت النبوة بشكل عام. فإذا موقف الشيعة الرافضة هو الموقف الإسلامي الصحيح، إذ يبرؤون إلى الله تبارك وتعالى من هاتين المرأتين المؤذيتين لرسول الله صلى الله عليه وآله. ليش من عادي أم سلمة مثلا عليها الرضوان؟ ليش من عادي خديجة عليها السلام؟ ليش من عادي مارية عليها السلام؟ ليش من عادي هؤلاء من نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ لأنهن ما آذينا رسول الله صراحة، ولا حاربنا الله ورسوله، ولا كذبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا حاربنا وصيه من بعده تمردنا عليه، ولا أحدثنا في الإسلام، ولا ابتدعنا، ولا شرعنا أو شرعنا رضاع الكبير وما رضاع الكبير، ما خرجت منهم مفاسد، منهن مفاسد. لذلك نحن نحترمهن ونجلهن ونسمي أبناءنا بأسمائهن. هؤلاء هن أمهات المؤمنين حقا، أما الأخريات اللاتي انقلبنا على أعقابهن فكلا. إحنا موقفنا موقف متوازن، إحنا نجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان أمويا من بني أمية اللي عندنا معهم عداء تاريخي، بشرط أن يكون ماذا؟ مؤمنا عادلا. كمن؟
كخالد بن سعيد بن العاص رضوان الله تعالى عليه، نجله نحترمه، خالد بن سعيد بن العاص الأموي، لأنه كان على الإسلام، على العدالة، على التقوى، على الولاية لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. مو بس هو، أخواه أيضا عمرو وأبان عليهم الرضوان من بني أمية، بس نحترمه. وفي المقابل من بني هاشم من لا نحترم، ومنهم ابن عباس ما نحترم، مع العلم أن ابن عباس كانت له مواقف في نصرة أمير المؤمنين عليه السلام. ما كانت له مواقف؟ كانت له مواقف، لكن سوء المنقلب، نتيجة خان، فما نحترمه ولا نتولاه ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. موقفنا موقف توازن متوازن، موقفنا مو موقف عنصري أو موقف مثلا هوى، لا، لأنه هذا من بني هاشم فإحنا نحترمه، وهذا من بني أمية إحنا ما نحترمه. لا لا أبدا، مو هذه مقاييسنا إحنا. أنتوا لا، عامي شامي الكل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مو موقف علمي، هذا مو موقف متوازن، هذا مو موقف إسلامي أصلا. ليسوا كلهم سواء، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم المنافق. على أي حال، هذه أيام مرت معنا، تحدثنا فيها عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، تحدثنا عن شيء من حقيقة نوره، ثم عرجنا على مظلومياته، ظلاماته، ظلامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المجهولة عند الشيعة قبل غيره، وعلى رأسها ظلامته المتمثلة بقتله وسمه. نريد أن نختم كلامنا هذه الليلة بهذه الكلمة. أيها الإخوة، علينا أن نعرف أننا نحن الشيعة أولى برسول الله صلى الله عليه وآله من غيرنا، وهو أولى بنا من أنفسنا ومن كل أحد. رسول الله مظلوم بصراحة، رسول الله صلى الله عليه وآله مظلوم، سمعته مشوه. إلى الآن كثير من الغربيين من الأمم الأخرى يكرهون هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله، لأنهم لا يعرفون سيرته الحقيقية، أخذوا سيرته من البخاري ومسلم ومن عائشة وأبو هريرة ومن أشبه، فصور لهم بصورة بشعة. ثم المصيبة الأخرى، الداهية الأخرى، أنهم اعتبروا أفعال من يسمون أنفسهم مسلمين كتنظيم القاعدة وطالبان وما أدري غيرها من هذه العصابات الإجرامية، اعتبروا أن هؤلاء يمضون على منهاج هذا النبي فكرهوه. الطائفة البكرية مجرمة في حق رسول الله حقيقة. الطائفة البكرية نفرت الأمم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء بتراثها المكتوب الذي تلقفه المستشرقون ومن أشبه وشنعوا عليه، ما كتبوه ونقلوه من موضوعات أحاديث موضوعة مخترعة والسير مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو سواء بأفعالها، أفعالها على الأرض. يجي أمام الكاميرا خال وراشنو، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مو هالشكل، وسيف وهو ملثم، ويجي ينحر له واحد أو يذبح له واحد أمام الشاشة، والله أكبر. لما ينظرون إلى مثل هذا المنظر البشع والأرضية التي ينطلق منها شنو؟ اسم النبي، خال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه، مو هالشكل، وهذا المنظر، شلون ما تريد يكره هذا النبي؟ قل لي. نحن الأمة الوحيدة الآن المسؤولون أمام الله تعالى، والتي تنعقد علينا الآمال في حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله والدفاع عنه
وتنزيهه عن هذه الشنائع. هذا دورنا إحنا الشيعة، إحنا الأمة الوحيدة التي تمتلك السيرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تلقفناها عن أبنائه من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. نحن الأمة الحقيقية التي تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله بأفعالها. نحن الشيعة علينا أن نتكلم باسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وهذه وصية ونداء نوجهه إلى جميع المسلمين الحقيقيين، أي الشيعة في بلاد الغرب. عليكم أن تسعوا من الآن في فرز الإسلام البكري عن الإسلام الحق. عليكم أن تسعوا من الآن بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بإسقاط رموز النفاق والطائفة المبتدعة، وتسحبون منها الشرعية. تقول للإنسان الغربي: أرجوك 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 لا تعتبر صحيح البخاري مرجعا موثوقا تأخذ منه صفات هذا النبي. لا تروح إلى السيرة النبوية لابن كثير مثلا وتأخذ منها صفات هذا النبي. تعال إلى الكافي الشريف، تعال إلى بحار الأنوار مثلا، تعال إلى كتب أهل البيت عليهم السلام، خذ صفات هذا النبي وتاريخه من أبنائه. هؤلاء البخاري وغير البخاري أخذوا هذه الصفات وهذه الأحاديث المكذوبة المنحولة وهذه التشويهات من أعداء رسول الله، وإن كنا من زوجاته. هذه عدو عائشة، لا تأخذ كلام أيها الغربي، لا تأخذ كلام عائشة على أنها شهادة امرأة صادقة لما تشهد على رسول الله أنه كان يفعل كذا أو لا يفعل كذا. لا تعتبر هذا هو الحق، لا تصدق أنه النبي كان والعياذ بالله شهواني، كان مهووسا جنسيا، لأنه عائشة هكذا تقول، هكذا تصور النبي في صحيح البخاري. لا تعتبر هذه مراجع موثوقة. هذه الرسالة غير متضحة ترى عند المجتمعات الغربية، هذه متضحة في الإعلام الغربي، مو متضح. اللي يتكلم باسم النبي هم هذول الموجودين، خمة من السلفيين وأخوان مسلمين وما أدري حزب التحرير أو حزب التبليغ أو ما أدري منه، هذول الموجودين، هؤلاء اللي ينطقون باسم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ماكو فائدة، يظل النبي مظلوما. نحن بحاجة، علينا أن نسعى، لا بد من الفرز. المراكز الخائنة اللي موجودة ها هنا في لندن وغيرها التي تدعي التشيع وتحاول دائما أن تطبق مع ذول المخالفين، وعلى أساس شنو نوحد الكلمة، ندافع عن الإسلام وندافع عن كذا، هؤلاء يقومون بأكبر جريمة أصلا في الواقع، لأنهم يذيبون هذا الفارق. أنا ما أريد المجتمعات الأخرى تتلقى مصادر غير موثوقة تشوه سمعة النبي صلى الله عليه وآله، أنا أريد أن أجرها إلى مصادر موثوقة عن أئمة أهل البيت، وهم أبناء النبي وأعرف الناس بسيرته الحقيقية. أنا هذا الذي أريده، وهذا يقتضي مني أن أفرز نفسي عنهم. أنتوا دين وإحنا دين، البكرية دين وإحنا دين، إحنا مو دين واحد، كافي بعد دين واحد أقول على حساب رسول الله. ما يصير هذه المسألة تستمر، هذه تحتاج إلى وقفة جادة، تحتاج إلى تحرك. هذا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله روحي فداه، استشهد وهو على أمته ساخط إلا الشيعة، ساخط على كل أمته إلا شيعته وشيعة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام. هذا ما تقوله أحاديثنا الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول الإمام الصادق كما في الكافي الشريف بسنده عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا وأبي
أنا وأبي الباقر حتى إذا كنا بين القبر والمنبر بين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنبره يعني في الروضة الشريفة إذا هو بأناس من الشيعة الله أكبر في ذلك الزمان زمان بني أمية حلقة من الشيعة قاعدين بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يتذاكرون العلم فسلم عليهم الإمام الباقر ومعه ابنه الصادق صلوات الله عليه سلم على شيعته ثم قال إني والله لأحب رياحكم وأرواحكم الأئمة يحبوننا ترى بالفعل يحبون يحبون رياحنا يحبون أرواحنا جمع الروح فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد هاي رسالة الأئمة ترى الورع الاجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد ولاية أهل البيت شرف مقدس لا ينال إلا بالورع والاجتهاد هذا شرطه ليكن والعياذ بالله تنطلق نحو المعاصي وغيرها وتقول أنا يكفيني ولاية أهل البيت أبدا هذه مو ولاية لا تنال الولاية كلام المعصوم إلا بالورع والاجتهاد من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله أنتم ائتممتم بنا نحن عباد الله هم بالنتيجة أئمة معصومين لكنهم ماذا؟ عبيد لله عز وجل من ائتم منكم بعبد فشنو؟ فليعمل بعمله كون مثل إمامك شلون ورع شلون تقي صير مثله اعمل بعمله أنتم هذه كلمة حقيقة مهمة تهز الإنسان من الأعماق أنتم شيعة الله مو فقط شيعة علي مو شيعة الزهراء مو شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله فقط أنتم شيعة الله أنتم نخبة الخلق صفوة الخلق أنتم أيها الشيعة اعرفوا قدركم اعرفوا منزلتكم عند الله عز وجل أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة أنتم هم في الآخرة تسبقون إحنا سباقين للكل دائما الشيعي متفوق دائما سباق قد ضمنا لكم الجنة الله أكبر الإمام عليه السلام يقول قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله ضمان من الله من رسوله صلى الله عليه وآله لنا نحن الشيعة الجنة قولوا آمين والله الكلام للباقر عليه السلام والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم أنتم أكثرية أهل الجنة لأنه حتى الأمم السابقة التي تدخل الجنة من أقوام الأنبياء السابقين أقل منا فتنافسوا في فضائل الدرجات أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات بعد ما أفصل أكثر في هذه النقطة ونساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صديق كل مؤمن منا مؤمن صديق هذا صديق ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر عليه الرضوان خادمه ومولاه يا قنبر شوف الصادق ينقل الكلام عن الباقر والباقر كان يقوله للشيعة بين القبر والمنبر في الروضة الشريفة وينقل بدوره عن جده أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال لمولاه وعبده قنبر
ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر يا قنبر أبشر وبشر واستبشر فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته ساخط إلا الشيعة بس الشيعة رسول الله راضي عنه وإلا البقية كلهم رسول الله ساخط عليهم هؤلاء لا حق لهم في تمثيل رسول الله والكلام باسمه والنطق باسمه ما لازم أصلا نسمح لهم لازم نزاحمهم في كل الميادين على كل المنابر نقول له أنت ما لك شرعية تنطق باسم رسول الله أنت عملت بوصية رسول الله عملت بوصية القرآن والعترة أنت تتبع الإمام الحق من بعد رسول الله أنت تتأخذ تاريخ رسول الله وأحاديثه وتعاليمه من المصدر الصحيح لو المصدر الملوث ما طول أنت على المصدر الملوث تتأخذ أنت ما تتكلم باسم النبي اخرس أنت ما تتكلم باسم النبي ما لك حق تتكلم باسم النبي وإلا خلص خلي نسمح للقاديانية هم يتكلمون باسم النبي احنا شنو مشكلتنا مع القاديانية الآن أنا بيقولوا احنا مسلمين واحنا هم نظل نزاحمهم حتى الطائفة البكرية تزاحمهم وتقول انه شنو انتم مبتدعة انتم خرجتم عن الاسلام انتم جايين بدين اخر بدين جديد انتم اتكلموا باسم هذا ميرزا غلام احمد مو هالشكل اسمه امامهم هذا او نبيهم كذلك الطائفة البابية البهائية هذولا ما نسمح لهم ليش لانه اديان مخترعة مبتدعة مصدر ملوث ما نسمح له فكذلك الطائفة البكرية هو شنو الطائفة البكرية؟ هم دين آخر يا أخي هم دين آخر دين ملوث دين وصخ شوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لحق يتكلم هذا البكري أينما تجدون شخص يتحدث باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله روحوا خزوا عينيه لا تخلوه يتكلم قل له أنا أتكلم أنا عندي صلاحية من النبي أنا النبي مو غاضب علي النبي أنا راضي عني أنا أتبع الأوصياء الشرعيين من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أمتلك التاريخ الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله أنت منو؟ روح أولا توب طهر نفسك من خزعبلات عائشة وأمثال عائشة أكاذيبها التي شوهت النبي شوهت سمعة النبي صلى الله عليه وآله بعدين تعال تكلم باسم النبي ما أسمح لك أنت تروح تتصدر المجالس والمنابر العالمية تتكلم باسم النبي صلى الله عليه وآله ما أسمح لك هذه هي مسؤوليتنا أيها الإخوة إحنا قبل كل شيء هذه مسؤوليتنا هذه رسالتنا قبل حتى أن ندافع عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام قبل علي والحسن والحسين والأئمة وإن كانوا جميعا نورا واحدا ولكن أولا وقبل كل شيء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أولا وقبل كل شيء أصلا أئمتنا هذا كان شعارهم شوفوا لكل أمة لكل جماعة شعار موقف أنتوا تعرفون شنو شعار الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام تعرفون؟ شيعة ما يعرفون مع الأسف ما يعرفون شعار الأئمة الطاهرين ما هو شعار الحسين يوم كربلاء شنو كان؟ ولا أحد من الشيعة يعرف إلا من ندر حتى تعرفون إيش قد هذا النبي العظيم مظلوم شعار الحسين في يوم عاشوراء شعار الأئمة الطاهرين عليهم السلام يا محمد اللهم صل على محمد هذا شعارنا احنا هذا شعارنا قبل لا نقول يا علي يا حسين يا زهراء يا محمد اولا صلى الله عليه واله هكذا تقول رواياتنا المعتبرة لاحظوا هذه الرواية مثلا في الكافي الشريف عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أي الإمام الصادق صلوات الله عليه قال شعارنا يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وشعارنا يوم بدر يذكر بعدين الشعارات الإسلامية التي كانت في الوقائع الإسلامية في المعارك في الغزوات يقول وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب
وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب، ويوم بني النضير يا روح القدس أرح، ويوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك، ويوم الطائف يا رضوان. شعار هم كانوا يقولونه في الحرب. تدري ليش؟ لماذا كانوا يقولون شعارات في الحروب؟ فضلا عن التحفيز، يعني مسألة التحفيز وتنشيط المقاتلين وتحميلهم، كانوا يخترعون شعارات معينة أو يهتفون بشعارات معينة، حتى خصوصا إذا ما يعني حل الظلام مثلا أثناء القتال، أو اختلط الحابل بالنابل في أثناء القتال، تصير هذه المواقف أصلا حتى في النهار أحيانا تسود الرؤية، تسود من كثرة الغبرة، من كثرة الغبرة في المعارك، معارك جدا كانت خطيرة آنذاك. فحتى المقاتل يعرف وين يتجه، وين يروح، وين جماعته، يعني يسمع الشعار مالهم شنو، فإذا قالوا هذا الشعار يعرف هذول جماعته، يروح وياهم حتى تتنظم عملية القتال. لذلك كانوا يجعلون في كل، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل لكل معركة شعارا، يوم الطائف يا رضوان، وشعار يوم حنين يا بني عبد الله، يا بني عبد الله مرتين، ويوم الأحزاب حاميم لا يبصرون، هذا الشعار كان، ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم، سلمهم بيدنا، ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمر، هذا كان الشعار، ويوم الحديبية ألا لعنة الله على الظالمين، ويوم خيبر يوم القموس يا علي آتهم من علن، هكذا، ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقا، ويوم تبوك يا أحد يا صمد، ويوم بني الملوح أمت أمت، هذا الشعار كان، أمت أمت، ويوم صفين، في يوم صفين يا نصر الله، هذا كان شعار يوم صفين، وشعار الحسين عليه السلام يا محمد، وشعارنا يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذن هذا شعارنا، هذا نداءنا الأول. كل مسجد شيعي، كل حسينية شيعية لازم فوق مكتوب يا محمد صلى الله عليه وآله، لابد. هذا شعارنا الأئمة الطاهرين عليهم السلام يقولون هذا شعارنا، هذا شعار الشيعة، دعونا ندافع عن هذا النبي، دعونا نحامي عن هذا النبي، دعونا نكشف مظلوميته للناس ولكل الأمم، خلي نبلغهم هذا النبي شهيد مقتول، شلون قتل، دعونا ننزه سيرته من الأكاذيب والافتراءات التي جاءت بها طائفة أهل البدعة البكرية، دعونا ننطلق باسم هذا النبي صلى الله عليه وآله عاليا حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا من الباب الصحيح، باب عترة النبي الخاتم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعاد عليهم. الله يسمعكم، بارك الله بكم، بارك الله بكم، بارك الله. وبآل الرسول هدانا ننشر السلام في الأرجاء ونعمر الأقدار.